مساء الخير، مساء الخير يا وحشني، مساء الخير يا ناسيني، مساء الخير، مساء الخير يا أرتيتا، مساء الخير يا فرطاس، مساء الخير، مساء الخير يا حروز، مساء الخير يا ولا ديف دلويز، مساء الخير. هو مش مساء الخير ولا ايه؟ طب مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي الحلوين في كل مكان، معاكم محمود حجازي. الحقيقة ان انتوا وحشتوني جدا خالص مالص. بقالي تقريبا شهر ما عملتش فيديوهات وما طلعتش على اليوتيوب وما كنتش على السوشيال ميديا خالص، ولكن الحمد لله رجعنا والكرة رجعت وواحدة واحدة هترجع الحياة لطبيعتها. يلا بينا نبدأ الفيديو علشان ما طولش عليكم، ولكن زي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ ما تنسوش الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. خليني في البداية اقول لك تقييم رياض محرز علشان لو ما يهمكش تحليل المباراة. رياض محرز النهاردة اخد 7.4 من 10، وده تقييم كويس جدا في المباراة. الحقيقة ان ارسنال قدم شوط اول كويس جدا طول ما الكرة في رجله، ولكن ارسنال اول ما بيفقد الكرة بيقدم اخطاء، مش عايز اقول كارثية لان هي فعلا كارثية. ده طبعا غير اخطاء ديفيد لويز، ولكن ديفيد لويز متعودة دايما. ومانشستر سيتي طبعا بيضيع كام فرصة في الشوط الاول، كان المفروض ينهي بها الشوط الاول 3-4 على الاقل. نيجي بقى لفرصة رياض محرز في الشوط الاول، وده اللي يهمنا ويهم كل اللي بيتابعوني هنا في القناة. رياض محرز راحت له الكرة وكان انفراد تماما مع حارس المرمى، ولكن حارس المرمى طلع وقفل الجون على رياض محرز وتألق وصد الكرة، واحقاقا للحق علشان ندي لكل واحد حقه. ورياض محرز عمل اللي عليه وحط الكرة زي ما الكتاب بيقول، ولكن حارس المرمى هو اللي تألق وطلع وفارد رجله وفارد جسمه وقفل الجول. وهنا نقول برافو لحارس المرمى وهارد لك لرياض محرز، عملت اللي عليه. وبعد كده رحيم ستيرلينج بيسجل هدف التقدم لمانشستر سيتي من خطأ ولا أروع، والله خطأ ولا أروع من ديفيد لويس. ونيجي بقى للشوط الثاني، رياض محرز بياخد ديفيد لويس في ظهره وبيدخل بمنطقة الجزاء علشان ياخد من ديفيد لويس أو بيلبس ديفيد لويس ضرب الجزاء هو فريق أرسنال. والحقيقة يا جماعة ان ديفيد لويز لما اطرد ده كان في صالح ارسنال اكتر ما هو في صالح مانشستر سيتي، لان ديفيد لويز لو كان كمل المباراة النهاردة كان ارسنال شال 3-4 بسبب ديفيد لويز. والحقيقة مع خروج رياض محرز انا انتهت المباراة بالنسبة لي، وقمت بقى علشان اسجل لكم الفيديو ده وارفعه لكم علشان تتفرجوا عليه هنا على اليوتيوب. وبكده يكون فيديو النهارده خلص، ولكن فيديوهاتنا لسه ما خلصتش، فما تنسوش اللايك والشير، ولو اول مره بتشوفونا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس علشان يوصلكم اشعار بالفيديوهات الجديده. سلام.